اهلا بكم في قناتي قناه اكلات هلا. النهارده بقى بمناسبه ان باقي شهر بس على رمضان، فهنبدا نستعد بكام وصفه كده تبقى عندك موجوده وهتعتمديها عندك تعمليها في رمضان باذن الله. اول حاجه طبعا هنعملها هي الكنافه. الكنافه لازم بنعملها اول يوم رمضان، فالنهارده هنعمل الكنافه. انا عملتها كتير على القناه بس ما عملتش الكنافه النابلسيه. النهارده هنعمل الكنافه النابلسيه وهنشوف طريقه، اسهل طريقه ليها وانجح طريقه باذن الله والمقادير المظبوطه. يلا بينا ندخل ونشوف هنعملها ازاي. كنا الاول طبعا بنجيب الكنافه البيضة العاديه وبعدين بنحط عليها لون بيدينا اللون البرتقاني. هنا خلاص اتوفرت في الاسواق الكنافه اللي هي نابلسيه اصلا اللي هي باللون البرتقاني، فانا هجيبها وهي مجمده عندي اهي وهبدا افركها كده. انا مطلعاها من الفريزر. ده نص كيلو عندي اهو. هبدا افتفتها كده بايديا ناعم خالص بالشكل ده، ناعمه خالص على قد ما تقدري. اهي الكنافه بقت عندي بالشكل ده اهي. طبعا الكنافه النابلسيه مشهوره بلونها الاورنج الجميل، شايفين لونها. هبدا بقى اضيف عليها المكونات بتاعتها. انا هاخد معلقتين سكر بودرة كبار وهضيفهم عليه كده، معلقتين كبار مليانين سكر بودرة، وهبدأ أقلبهم في الكنافة مع بعضها. واي حتة بقى هتلاقيها كده ما تقطعتش حلو قطعيها كده بالشكل ده. شايفين انا بلاقي حتة اهي، حتى في حتة اهي معجنة هشيلها. بصراحة وفروا علينا حتة اضافة الالوان الصناعية للكنافة النابلسية، بقت جاهزة اهي وباللون جميل، مفيش اسهل من كده. هبدأ بقى اضيف عليها السمنة. انا حطيت هنا السمنة اهي عليها وهبدأ افركها بقى حلو بقى. السمنة ابسها اكنك بتبسيها كده اهو اهي. انا حاطه هنا 110 جرام سمنه، ولو احتاجت هحط لها تاني على حسب ما اشوفها قدامي. انا هنا لقيتها محتاجه تاني فهضيف لها 50 جرام سمنه تاني وهبدا افركها حلو. انا بحب الكنافه بصراحه بتبقى سمنتها كتيره، هفركها حلو بقى مع بعض بالشكل ده اهو. بصي يعني اكنك بتبسي لحد ما السمنه كلها تشرب الكنافه، قصدي تشرب السمنه اهو. شايفين هي دي بقى اللي انا عاوزاه. بصوا عايزه اوصل للمرحله دي اهي، ان الكنافه تبقى عامله كده بالسمنه اهي كده تمام. يبقى خدت سمنتها مظبوطة. هنبدأ بقى نعمل الصينية. انا عندي هنا الصينية اهي دهناها سمنة اهي بالشكل ده، هوزعها حلو وهبدأ احط فيها نص
مقدار الكنافة بالتساوي، يعني تفرديها كده وانت بتحطيها كده بالشكل ده عشان تتوزع بشكل متساوي. كده ده نصها اهو. هبدأ أوزعها بقى كده وهبدأ أضغطها. هبدأ أضغطها بقى كده بالشكل ده. السكر البودرة طبعا بيديها قرمشة، لو انت عايزاها طريقة تقدري تستغني عن السكر البودرة، بس بصراحة هو بيفرق في الطعم كتير قوي. انا خلاص اهو تمام كده، هبدأ اسويها بس بايديا بالشكل ده اهو. ادي شكل الصينية اهي. هبدأ بقى احط لها الموتزاريلا. طبعا ده كيس تقريبا 350 جرام. هبدأ بقى أوزعها حلو. أنا وزعت أهو الموتزاريلا، هبدأ بقى أغطيها بالكنافة تاني كده، النص التاني من الكنافة. انت هتفرديها بس كده وبعد كده تبقي تساوي براحتك، المهم تطمني ان الموتزاريلا كلها اتغطت. وبعد ما تغطيها انت بقى هتساويها بالراحة كده براحتك بالشكل ده. انا غطيتها كلها اهو. هبدأ بقى ضغطة بسيطة خالص وهبدأ أسويها كده. هنا في حتة باينة اهي برضو، هحط لها تاني. اي حاجة ظاهرة من الموتزاريلا بتغطيها بالكنافة وتبدأي تضغطي بقى كده. بجد لو اتبعتي المقادير دي والطريقة دي هتطلع معاكي احلى صينية كنافة نابلسية تدوقيها في حياتك، واحلى من اللي بنشتريها برا. احنا عارفين طبعا ان سعرها غالي جدا برا، هي مش هتكلفك يمكن الربع، اقل من الربع كمان والله من تمنها برا، وانضف واحلى وهتشوفي الفرق. ده شكلها بقى النهائي اهي. هدخلها الفرن بقى طبعا على 180 درجة 180، وهطلعها تبقى هي سخنة والشربات بارد. انا عملت ايه في الشربات؟ انا عملت كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ونص مية مع معلقة عسل نحل وعصرة ليمونة، وحطيتهم على البوتاجاز يغلوا، ولما تطلع هسقيها بالشربات وهوريكي الشكل النهائي بتاعها. ودي الكنافة اهي بعد ما طلعت، شايفين لونها تحفة. هبدأ بقى اسقيها بالشربات. الشربات بارد طبعا، وزي ما انتوا عارفين شربات الكنافة بيكون تخين.
بالشكل ده اهي. وعايزه زينيها بقى بجوز الهند، بفستق اللي يعجبك. انا لسه طبعا ما جبناش اليميش بقى، فزوقتها بجوز الهند. هوريكي بقى شكلها، شايفة؟ المطة تحفة طبعا اهيا. والف هنا. ما تنسيش لو عجبتك لايك كتير واشتراك في القناة لو انت لسه جديدة، فعالي الجرس عشان يوصلك كل جديد هقدمه في رمضان. في رمضان مختلف خالص مع اكلات هلا، هتلاقي كل ما هو جديد، كل ما هو صحي، كل ما هو مظبوط 100% مع اكلات هلا وبس. ويلا باي.